لازم بعض الناس تستوعب ان احيانا طاقتنا بتكون صفر وبتخلص، يعني مش زعلان ومش متضايق، بس مفيش طاقة للكلام بقى ولا للحركة ولا الرد الفعل قدام موقف معين. بنحتاج فترة كده نبعد ونقيم، وبعد كده نعيد حسابنا. وبعد معاناة طويلة هتضطر انك تتخلى، ولما تتخلى وتجرب ارتياح التخلي هتقول يا ريتنا تخلينا من زمان. لما تلاقي التعامل اللي قدامك ما يتعادلش حتى مع معاملتك له، او التصرف اللي انت تصرفته ده هو لو مكانك مش هيعمل كده، فانت بتقرر التخلي. ساعتها تقول للي قدامك انا اسف لقد نفذ رصيدك ولا يوجد محاولة اخرى، بس اللي اكيد ومتأكد منه ان تصرفك الصح في الوقت الغلط بيكون فعلا غلط، لكن هم هيعرفوا في يوم من الايام انك انت اللي كنت الصح وهم اختاروا الطريق الغلط.